من طاقم السفارة. سور وبوابة ومسافة فاصلة قصيرة زمنيا، لكنها بعيدة نفسيا ومعنويا. تلك هي المسافة الحائلة بين الطلاب المعتصمين وسفارة بلادهم في موسكو التي أوصدت أبوابها ومسامعها عنهم. بعد 11 يوماً من الوقوف خلف أسوار السفارة المغلقة بموسكو منذ 4 أشهر، قررت رابطة الطلاب اليمنيين هناك منع دخول موظفي السفارة كخطوة تصعيدية لجأوا لها بعد أن طال تجاهل الحكومة لمطالبهم وتغاضيها عن تعسفات القائم بالأعمال بحقهم. وها نحن هنا نعتصم أمام سفارة جمهوريتنا والممثلة لبلادنا، والمفترض أنها أراضي يمنية لا نجرؤ على دخولها. تحيطنا الشرطة، وفي الداخل ينعم سفراؤنا ودبلوماسينا بمنتهى الراحة. أوضاع صعبة نتيجة تأخر المستحقات تضاف إليها غصة قهر بسبب الانتهاكات المتكررة دفعت إحدى الطالبات المبتعثات في روسيا للمطالبة بالعودة لليمن متخلية عن حلمها في إكمال الدراسة. كطالبة يمنية مبتعثة للدراسة في الخارج أشعر بالخزي لكوني ممثلة ببعثة دبلوماسية نزلت بكرامتنا كطلاب وكرامة مواطنيها إلى هذا المستوى. ليس الطلاب في موسكو وحدهم من يعانون، فمبتعثو الجامعات في ماليزيا وإن كانوا أوفر حظاً واستطاعوا اليوم الدخول لسفارة اليمنية لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، إلا أنهم لا يزالون يشكون تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من نصف عام، وكذا احتمالية فصلهم من جامعاتهم بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية، مؤكدين أنه وفي حال عدم تجاوب الحكومة سيقومون بخطوات تصعيدية حتى تتحقق مطالبهم. مبتعث بولندا الذين استأنفوا اعتصامهم منذ 3 أيام هم أيضا يقولون إنهم لن يرفعوا اعتصامهم هذه المرة حتى تسليم مستحقاتهم وحل جميع مشاكلهم. لم تكن هذه المرة الأولى ولا يبدو أنها الأخيرة التي تتأخر فيها مستحقات الطلاب ويمارس بحقهم انتهاكات، ولكنها هي المرة الأولى التي تغيب فيها الحكومة تماماً حتى عن التغريد ولو كذباً على مواقع التواصل الاجتماعي بقرب حل مشكلة الطلاب المبتعثين.